بحب اقول لك يا جبران ورد عليك، ما انت بتحدد مصيرنا اذا بننزل على لبنان ولا لا. انت انسان مثلك مثل اي مواطن بلبنان، عندك حزب، انت مسؤول عن حزبك مش اكتر من هيك، منك بالدولة لحتى تحدد مصيرنا وتوصفنا بانه نحن ناس منتشرين. نحن خصب عنك مغتربين، ولو ما المغتربين لكنت لا انت ولا غيرك موجود حاليا بلبنان. لولا المغتربين ما كنت انت بيطلع بايدك تحكي كلمة صغيرة. تاني شغلة يا باسيل، نحن موجودين بسويسرا تجار سيارات، نحن تجار من 30 سنة، منيجي على سويسرا من اجل نقوم بعملنا وبشغلنا ونطعمي اهلنا واهل منطقتنا، ونحن مننا جايين سياحة على سويسرا لنشم الهواء مثل ما حضرتك شرفت وعملت شوبينج بسويسرا وفقدت املاكك وارزاقك اللي سرقتها من الشعب اللبناني. اي انسان بده يطلع يحكي مثل حكايتك يعرف حاله انه عنده 60,000 علة وانت كلك علل. تاني شغلة بتقول اذا نزلوا على لبنان حيجيبوا الوباء. مين اللي بده يجيب الوباء؟ نحن المغتربين اصبحنا وباء. انت كلك وباء، انت الفيروس الكورونا بحد ذاته، انت السراء الحرامي بامتياز. نحن اذا رجعنا على لبنان حنجيب الكرامي والعزي والشهامي، لانه نحن جايين لهون نشتغل ونطلع مصاري ونطعم اللي حوالينا، وانت تسرق اللي نحن مننزله. انت وغيرك انتو ناس مجرمين ما بتحددوا مصير الناس، كل واحد حر بحاله. بعدين اذا انا كنت حامل فيروس الكورونا ونزلت على لبنان، ماني نازل على بيتك، انا نازل على بيتي، نازل لعند عائلتي، نازل لعند امي. انا بحدد مصير حياتي مش حضرتك بتحدد لي اياه. انت لا تيجي تسلم علينا ولا تيجي تزورنا ولا تيجي تطمن عننا. انت المصاري اللي نحن بننزلها بنحطها بالبنك عليك انك تسرقها انت وغيرك. ونحن لما بننزل نحن نازلين على بيوتنا لعند اهالينا لعند اولادنا، ما انت بتقلنا وين بدنا نروح وين بدنا نيجي. وبعدين اذا كمعنا مرض اسمه الكورونا، هيدا منه عيب ومنه عار لنستحي فيه. نحن ما كنا عم نشم الهواء ونعمل شوبينج بسويسرا واذا نصبنا بالكورونا، هيدا شرف لنا بنعتبره مثل الشهاده، لانه نحن ما عم نشم الهواء ولا عم نكذر ولا جايين نعمل شوبينج بسويسرا. ففيك تحترم حالك، اذا بقي عندك شوي من الاحترام تتضبضب وتقعد ببيتك اشرف لك اريح لك، لانك انت منك مسؤول، منك بموقع المسؤوليه بالدوله اللبنانيه ولا وزير خارجيه ولا شيء. انت مثلك مثل اي واحد بلبنان، ما انت بتحدد مصيرنا اذا بننزل ولا ما بننزل. نحن بدنا ننزل حتى اذا كان معنا كورونا، رايحين على بيوتنا ما رايحين على بيتك. اذا جينا عندك على البيت ما تستقبلنا. ونحن مننا وباء، واحد مثلك وباء، واحد مثلك بلا اخلاق، واحد مثلك بلا انسانيه. ففيك تحترم حالك وتتضبضب وتقعد ببيتك. يا عيب الشوم على انسان مثلك ما بيفهم يحكي، يا عيب الشوم على انسان مثلك جنس الفهم ما في براسه. عيب عليك انك توصفنا بعد شوي بدك تقول عننا مهجرين، مشتتين، مشحرين. لا، نحن مغتربين تجار، نحن جميعا محترمين. اذا حصل معنا الكورونا إلنا الشرف برجع بعد لك اياه، لانه نحن ما لنا جايين نشم الهواء ولا جايين نكذر. مثل ما حضرتك جيت على سويسرا اشتريت الجاكيت ب 5000 والصباط ب 5000، احترم حالك واعرف حالك شو قلت، ولا خايف لا منك ولا من اللي اكبر منك. عهدك وعهد عمك شفنا الدل والفقر والشحار والتعتير والنصب والاحتيال ورجعتونا للسفر. الله يلعنكم 60,000 لعنه.